السلام عليكم، مرحبا بكم في محل بينكي كيتس براقي. نقول لكم نظرا للاوضاع اللي راهي موجوده، ان شاء الله ربي كامل اللي راهم مرضى ربي شافيهم. بالنسبه للبروموسيون زدنا لها اسبوع لانه جاونا رسائل بزاف، اللي كاين الناس اللي راهم مقدروش يجوا. احنا حفاظا على لي كليون تاوعنا ما زدنا مددنا مده العرض، راح يكون حتى الاسبوع الجاي. احنا الهدف تاعنا انه ما يكونش كاين اكتظاظ داخل المحل. نشكر ثاني كامل الناس اللي جاوا البارح واليوم وكانوا متفاهمين، لانه قلنا لكم راح تكون اجراءات صارمه، لازم بافات ولازم يكون عدد محدد داخل المحل على حسب حجم المحل. يعني قلنا لكم الاولاد تاعكم الاحسن تخلوهم في السياره، اذا كان تقدروا تدخلوا بالواحد تقيسوا لهم، واما تروح للدار عندك يوم يومين تقدر تبدل، ما عندناش مشكل، لانه خصوصا الاولاد انه راهم هما اكثر عرضه للمرض، هما اللي راهم ينقلوا المرض، ماذا بينا احنا احتياطا. وثانيا باش لي كليون يتقسموا في الاسبوع كامل، يعني ما يكونش نهار ولا يوم. ما لا زدنا لكم العروض حتى نهار السبت الجاي، يعني تقدروا جو، خصوصا اللي بعثوا لنا رسائل وقال لك رانا مرضى ما قدرناش نجو. حنا كي درنا العرض ماذا بينا لي كليون تاعنا يستفادوا من العروض تاعنا، هذا هو الهدف تاعنا. يعني مرحبا بكم. العروض اللي درناها بالخميس والجمعه والسبت يعني مازالها نفسها، يعني مرحبا بكم. ان شاء الله قلنا لكم لاي انسان مريض ان شاء الله ربي يعافيه ويرفع علينا هذا الوباء. وثانيا انه ماذا بينا نحتاطوا ونديروا ماكسيموم الاجراءات الوقائيه باش ما ينتقلش المرض اكثر، ان شاء الله ربي يقدرنا دائما. نقول لكم العروض مستمره، يعني تقدروا تجوا مرحبا بكم. اللي اول مره يتابع فينا، المحل تاعنا متواجد في براقي، المدخل الجديد تاع براقي، يعني فندق الفرسان تكمل قباله، راح تلقانا تكمل قباله تلقى طريق مقطوعه اوبليغاتوار، تدخل اغوش راح تلقانا على الدروة تاعك، واما اكتب بينكي كيتس براقي توصل حتى لعندنا. بالنسبه لهذو كامل اللي راهم هنا اللي الاسبوع اللي فات تسول دينام، هذا واش بقى فيهم، يعني كامل درناهم هنا، يعني الموديلات مختلفين كيما البيجاما تاع فام هاي ليك 100 بقاو فيها زوج حبات، هذه 50 ميل كانت 75، يعني باش تعرف هذو بقاو فيهم زوج حبات 40 ميل، هذو بقاو فيهم ثاني ربع حبات 150. راح تلقاو هامليك ما بقاوش فيهم بزاف، حنا درناهم كادي بقات فيها حبه 150 طروا بياس، يعني كي تجي نسهلوا عليكم. وحنا ثاني رانا نكثروا بزاف لي فيديو واللايف والصور باش كي تجي تكون عمليه الشراء سهله، يعني بسرعه تشري بلا ما تطول بزاف. خصوصا قلنا لكم احنا هذا الامر درناه على جال ما يكونش اكتظاظ داخل الحانوت، وقلنا لكم اجراءات راح تكون صارمه، يعني ما راحش يكون، يعني ما شاء الله اليوم السبت والبارح يعني كانوا الكليون تاعنا متفاهمين، يعني كانت الامور منظمه وما شاء الله عليك اليوم تاوعنا الله يبارك، يعني ما شاء الله. نقول لكم اللي مازال ما جاش وبعثوا لنا لي ميساج، مالا هذو كامل راح يستمروا حتى الاسبوع الجاي، يعني مرحبا. كاين لي موديل خلاصوا وكاين لي موديل مازالوا، يعني حسب الموديل، لكن الخير مازال. هذو كامل درناهم 89 كانوا 100 ميل، هامليك هذو كامل هذه 89 كامل سعر 89 بروموسيون. احنا اساس اليوم يخلص البروموسيون، لكن قلنا لكم نظرا للاوضاع اللي موجوده وباش ما يكونش كاين اكتظاظ وكاين الناس اللي ما قدروش يجوا، يعني مرحبا بكم. كاين بضاعه الله يبارك من نوفوني حتى 16 سنه حتى 18، كاين فام ثاني لي فام، كاين فيزو ثاني في الاوريجينال هامليك 50، كاين ثاني في الاشيان في الاوريجينال 45 هكذا باش تعرفوا واش كاين. هاي ليك اشيام فيزو في الاشيام في الاوريجينال 40 ميل، هاي ليك اشيام، يعني كاين الله يبارك. نقول لكم لي بودي كيلوت نتاع ديمي سيزون وكاين تاع ديمي موش وقتهم، هاي ليك كاين موش وكاين ديمي موش، كاين تشكيله كبيره راح تلقاوهم كامل هنا كامل سعر واحد 25 ميل. نقول لكم مرحبا بكم في محل بينكي كيتس براقي،
دمتم أوفياء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى عليك الله يا خير الورى، تعدد حبات الرمال وأكثر. صلى عليك الله ما غيث هما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس، يا خير الأنام وأطهر. نفديك بالأرواح وهي رخيصة، ونحارب الغرب الدنيء الأغبر. صلى عليك الله في عليائه، ما صح داع للأذان وكبر. صلى عليك الله يا خير الورى، تعدد حبات الرمال وأكثر. صلى عليك الله ما غيث هما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس، يا خير الأنام وأطهر. نفديك بالأرواح وهي رخيصة، ونحارب الغرب الدنيء الأغبر. صلى عليك الله في عليائه، ما صح داع للأذان وكبر. صلى عليك الله يا خير الورى، تعدد حبات الرمال وأكثر. صلى عليك الله ما غيث هما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس، يا خير الأنام وأطهر. نفديك بالأرواح وهي رخيصة، ونحارب الغربات.